السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. متابعينا جدد والمشتركين، نقول لكم مرحبا بكم، نورتونا ونورتوا قناتنا. وكما راكم تشوفوا وصفتنا النهار اليوم غريبيه الكاوكاو وحلوة الطرق، يعني بطريقه سهله 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 وتخرج لكم كميه ما شاء الله. اول حاجه نبداو بها البنات هي المكونات تاعنا، واللي هي اول حاجه البنات عندي علبة تاع سمن المدينة 500 غرام. كما راكم تشوفوا ذوبتها حبيباتي وحطيتها تبرد في عقلها، يعني اللي هنا لكان كي مزروبة حطيها في الماء البارد باش تولي كريمي بهذا الشكل. من بعد العلبة نفسها كيلت علبة شكر غلاس ناقصة أصبع كما شتوها. نفس العلبة حبيباتي كيلتها كما نقولوا كيلتها كاوكاو مرحي، لازم الكاوكاو تاعكم يكون مرحي مليح باش كيتقصوا الغريبيات تاعكم الكاوكاو هذاك البنات ما يشقق لكمش الغريبيه. هنا راح نمزج مليح السمن تاعي مع السكر غلاس، راح نضيف عليه حبيباتي اللافاني باش تروح لنا الريحه هذيك تاع السمن القاويه. حنلوح ملعقه مملوءه تاع اكل فانيليا، ما تخافوش البنات الكميه ماهيش بزاف تاع لافاني، يعني مغرفه تاع ماكله يعني ملايها في 500 غرام تاع السمن. هاوليكم البنات هذا الغميقة الصغيرة البنات تاع الكاوكاو، راهي كيلة تاع سمن المدينة، يعني نفس العلبة كاوكاو وضفت عليها زوج علب حلوة الطرق. وراح تحركي كل شيء مليح، حلوة الطرق تاعك من الأفضل أنك تلحيها في الروبو ولا تفوتيها في السيارة باش تولي لك أون بودر. أما اللي هنا البنات أنايا كفتتها هكاك قعدت حبيبات، وقعدت كما راكم تشوفوا البنات نحوس على كل حبيبة حبيبة باش باش نذوبها في مع الخليط. لهنا البنات المهم خلطيها مليح مليح. من بعد عندنا 3 كيلات تاع فارينة بنفس العلبة تاع المدينة تاع 500 غرام، يعني 3 كيلات حبيباتي راح تروحوا تحمصوهم. نسبة التحمص البنات هذيك انتي ويرجع لك، اذا بغيتي الغربيات تاعك تكون قهوي بزاف حمصيها بزاف، اما اذا بغيتيها تكون بنفس اللون تاعي حاولي انك ما تحمصيش الفارينة تاعك حتى تولي فونسي، خليها في الكلار. بعد ما تحمصي الفارينة تاعك اكيد حبيبتي حتروحي تصيريها باش تنحي من هذوك لي غرومو اللي يكونوا فيها. هنا حبيبتي الفارينة تاعي اللي حمصتها 3 كيلات استعملتها كامل، ما بقات معايا مغرفه ما بقاتش البنات. النوعيه تاع لافارين اللي استعملتها هي سيم، هكا باش نعطيكم كل المعلومات. بالنسبه للافارين راهي ما تشربش، اللي تستعمل نوعيه وحده خلاف نقولها ضيفي الفارينة تاعك بشويه وشوفي اذا كانت تشرب لازم ما تكمليش 3 علب تاعك باش ما تجيش معاك الغريبيه تاعك يابسه. هنا حبيباتي نروحوا للتشكيل تاع الغربيه تاعنا. كاين زوج طرق، كاين اللي يحبوا يديروا حربوش كيما انا درت دركا، وكاين اللي يحبوا يطرحوها كيما الصابلي ويقصوا عادي، يعني الطريقه الثانيه كي ديريها كيما الصابلي حتى تسهل عليك وديري كميه كبيره بالخف وحتكملي في وقت قصير جدا. انا هنا البنات انا كيما راكم تشوفوا درت الحربوش، من بعد وليت بطلت طرحتها عادي كيما الصابلي وكملتها. بالنسبه للسمكه البنات لهنا يلعب دور، اللي بغاتها عاليه اكيد حدير السمك تاعها خشين، واللي بغاتها رقيقه حترقق على حسب هي واش بغات. انا لهنا درتها في السمك متوسط اعطتني 60 حبه، انا حنقصها لهنا حبيبتي معاكم من بعد نرجعوا نشوفوها كيف حنديكوريوها. هنا حبيباتي بعد ما كملتها شوفوا البنات لهنا تقطع لي تحذف لي اعتذر البنات المقطع كي كنت ندير في الكاوكاو. لهنا البنات الكاوكاو هذا الفار شريته واجد، يعني ما درتوش في الدار راهو يتباع البنات واجد. مسحت البنات كيما شتوا الغريبيه تاعي بالماء ولا بيض البيض، انا لهنا استعملت الماء. من بعد لصقت الكاوكاو هذاك من فوق يعني بطريقه سامبل ما يديش معاكم
ماهيش حاجه اللي صعيبه. لهنا بعد ما طابت كيما راكم تشوفوا وهي سخونه معجبتها، راني نرشق فيها الورد كيما راكم تشوفوا حبيباتي. لهنا الورد البنات لازم تحطوه والغريبيه سخونه باش كي تجمد يجمد على الورده ويلصق ما تطيرش. اما اذا كان خليتوها حتى تبرد ماكمش حتقدروا تركبوا الورد، حتتكسر لكم الغريبيه. انتبهوا لهذه الحاجه مليح، الورد تركبوه والغريبيه سخونه، مع تجبديها تحطيه في الارض وتركبي. اما اذا خليتيه يبرد راح تتكسر الغريبيه تاعك وماوش حيلصق. لهنا البنات انا كنت كملت الغريبيه تاعي، راح نخليكم ونروحوا نشوفوها واجده معنا. وهاي لكم حبيباتي النتيجه بعد ما كملت. لهنا البنات نسيت ما صورتها لكمش بعد ما زدت لها ورق تاع الذهب، واش نقول لكم جات ما شاء الله، والبنه فوق الخيال، يعني ما كانش حد يذوق الغريبيه تاعي وما تعجبوش. ان شاء الله كامل تكون عجبتكم، وما عليا نقول لكم غير دمتم في رعايه الله وحفظه. ولا عجبتكم الوصفه تاعنا نهار اليوم ما تنساوش تخليوا لي رايكم في التعليقات وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء، هكا باش تكبر لمتنا وتكبر مجموعتنا.